ارتفع عدد ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل سولاويسي في إندونيسيا إلى أكثر من 1400 شخص في حصيلة غير نهائية أعلنتها السلطات المحلية. وأعلنت الأمم المتحدة عن احتياجات هائلة للناجين ولعمليات الإنقاذ، إذ يحتاج نحو 200,000 شخص إلى مساعدة إنسانية عاجلة. إلى التفاصيل. 1400 قتيل حصيلة غير نهائية لضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل سولاويسي بإندونيسيا أعلنتها السلطات المحلية. الأمم المتحدة أعلنت عن احتياجات هائلة للناجين ولعمليات الإنقاذ على حد سواء، حيث يحتاج حوالي 200,000 شخص إلى مساعدة إنسانية عاجلة. ويقدر عدد المساكن التي دمرت بالزلزال وبلغت شدته 7.5 درجات، والمد البحري الذي نجم عنه بلغت 66,000 مسكن، حيث لم تزل أجزاء واسعة من المنطقة الأكثر تضرراً لم يتم الوصول إليها بعد. السلطات الإندونيسية استنفرت كافة الإمكانيات المتاحة وقامت بنقل المساعدات من العاصمة جاكرتا إلى مطار بالو باستخدام مدرج للطائرات لم يتضرر من الزلزال، حيث تم نقل بعض المصابين والمتضررين على متن طائرة نقل عسكرية. وتواجه جهود الإغاثة صعوبات كبيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأضرار التي لحقت بالطرق والبنى التحتية، حيث يتلقى المرضى الرعاية الصحية في العراء أمام مستشفيات المدينة، كما جرى إنشاء مستشفى ميداني عسكري في المنطقة. من ناحية ثانية، بدأ بركان سوبوتان حالة ثوران في شمال شرق أرخبيل سولاويسي، حيث تنبعث منه سحابة من الرماد البركاني على ارتفاع 4000 متر، إلى أن الطمأنة جاءت من السلطات المحلية عندما أكدت أنه لا يشكل خطرا على السكان.